الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبي هناك صاحب يالكون السودة وادا برامشكي ويد الجر وهبين وقم يسيب حيسو جمعنا يسو قريسو تاريخنا يكوب يغنطاي كوبي يصدن كبشا طبانات سرد اللبكون لبعتني أفر رامشكو عاوة نيروبي نكاقي ما دون صاحب يالقض البضاءات كما قلت دون تاو حاك كمدا مدحوينها جمهورية فدرال كسوماليا حسن شيق محمود أو صوحي راي شروينا حشانات ايه قامين تأيها الأبور كردان يرادة سوماليا شعب كاكودا قن مغالا دا قروي أو أرق تدو دا كديب تيور ملتيات كي كسو بحاي شركي قولها وضا تشيق قرن لنكا كلا شعب كبرتين لا ايا سيداسي سيلم دا ايوغونا أرق تدو دا كديب تيور ملتيات كاس ايو خدو بادي كسو بحاي أقو يهان شور تاية أو كهد لاي حالة دا قود اي هاتن او دال كمرا يو ايو غامين تا مدحوينا ها جمهورية دا فدرال كسوماليا مدان حسن شيق محمود أف هيين كوسارة دا قاشان لغا حكومة دا فدرال كسوماليا أو كور بحيي هول غلا عيدن كحوق الدلك أي كسميين قيبة كمدا الدلك قد بضا أس إيا وحي كسو قرر انتين برامش كوكو قد جرنا ايان مخلي دون تان مقعي قوة تشيكي نيروب ايان كسو قنهاي واحد نيقل لغي سني سان دمان افمية دل جيرو كو بحسن دول ادو قل مدوب چوبالان دول ديگان کا سومالي دا قيبا كمدا سومالي لان ادا عداهم بهو داك تان هاي سيدا سومال امريكان راديو KLLY نوجد 101.7 FM عرقا سمرايكان كا راديو جريبن او دقمدا جريبن الراديو حرفا او دقمدا حرفا هدف راديو قل دقب او دقمدا قل دقب آلذهن براها برشاد سيدا الله فيسبوك يوتيوب تويتر اب كدل جري استريم لايف كو عالم كورنا نغلا سعوتانا وامر كلا ايو عا يدل جر معمول كان دقمدو الدقان كاق وربو هايان بياه روو كما كتشدان ايا سيدي ايو عشان لها ايان شعب كايسكا وحوق بسامو كبوريان كيداد كان دقمدو دير ما كوبيرين عدايو كوبيرين مورابيان شعب كمامول كان دقمدو ملاشران شعب كمامول كان دقمدو ملاق قيب سدان واحد نبايا ايا وحا اي ربان ايا هور مركلا ربو إلا هيكسدو داد كان دقمدو عدي اي سنتشن عدي مامول كودو سنو تلل عدي اللا وضتشن يا تلال لغا سوغيا مهايات ميسي داد إيا دالا جلبي عان تشنو او دقمدو تالينو قرينتن وحافظو ديساي شركة ديزجار سينتي اي سانتيل وحقاق أن كوب الله بس إذا هرنا عقد بضبة أتكون مخليسين بمدحينا جمهورية فدرال كسمالية مدن حسن شيخ محمود أي صاحري شروينا هشانات إيه قامين تأيه الأبور قدان يرد الصوماليات كاسي أو لغوصو بندقاي آلا دا عسر أه أو أيها الأبورين دل يرد الصوماليات عقبادها كوهر قدبون دل يرد إيه فرصدها أي أباهيهين إن لوغا فائديستو هذا بمدحوينا ها أو صوحري كلان كاسي إسلامر كان الله الدير دل يرد السي أيات المامي إن دلك أن لغو علين دونين دورشدي داد بنايد هذا waakan madaxweyne xasan oo arrimahaasi ka hadlayay siyaasadda marka loo yimaado aniga doorashada dadban xildhibaan baan igu soo doortay doorashada dadban madaxweyne aan igu soo doortay marlabaada haddana madaxweyne aan igu soo doortay qof iga waaye aragsan qof iga waaye aragsan oo iga fahamsan ma jirto أفر إيا لباتن سانو أيان دورشد بندل كالوه قامي أو لغو حكومي هديتا هاي هاي قرد إيا هديتا هاي ارتغانبا أفر إيا لباتن سانو إيا تضبط دورشد بند أو كالد الدول مركا لغسو بالله الله المحرستي محوى المدحوين علي مهدي محمد لغسو بالله إلى يوم إيه برلمان كي واجه جري إيه أوروكي حزب يوحي جري إيه إلى ما دورشة تبقى مقصود دورشة تبقى هند قتل مت هل قضي ومحو هاي أذهب اللي يراه وقول كيس توسك إرتو وهب اللي هب اللي إيه قر هب اللي إيه قر هب اللي إيه قر ويل أنت ويا إرتو وكي راد هاها أما مدي أنه أن كان لا بكون إيه لحية تبكي أو نعم وحكى المركز أودي ويني يا واحد ده هني وروحه سو 4.5 ما سو كرسي ده نفير هبل جوف هبل سو ملها أضعف الإيمان وروح كله دي لو جوف هبل تحديد حتى أكو تطبط
هذه كرسي الصومالي أنا كنت أتمي كن بل جفه بل أحد إلى كنت أتنت أو كنت قفود أو وكيل كأ كنت يكون قف أو وكيل كأ جفني هلا كانوا حد بعدنا الكرسي جالس كان الجفلا سكرسي نمبر كيس سو سيدا سيدا سيد هأوت تمام ماشي سانكسو بلاد مال قرح بدن أما مال في عم عهين لكن وحيدين مال كفي عن هل قف إنه مال تسحر ومقعابي سمايا هل قف إنه مال تسحر ومقعابي سمايا محي كفي عناد لا أنا كفي عناد ما بيجي كهر ما بيجي وقاس كهر ما بيجي ده إن وقاس كي ليرا أدو وقاس كي عدة متها ها جرات كي متها سلطان كي متها معاملات كي متها بل أدو مال قال عدة قف كي بحكري أما مثلي كري بل كان وإشغو كان أول إنت سان لعين ومالنا إيه وكسو جلبني وحان دعني كنت قام قفوت محمد إيا علي إيا محان كورا فاضمة إيا سو مرة بان كرسي لها وطغى إيا محان كورا هذا جفلة وشرحة جفلة وحا أقابنا يساد إيا وناد الدول لما لا أدكير يساد إتاب وشرح ذان محو هاي رأيينا كدبها إيا عضيان هاي إذن دورته قفكي اللباطن إيا لفنيا زلاتين طلب عطهرو يا قولسي صدوق الورد مرك الورد صدوق الورد و و كسو مرني وي كفينه وحسو دانتي كيكن مركي مركاس وها اوديساي 4800 قف ايا سو دورتي 270 شرح دبار او غولها شعبك مركي لباد وها ليري بل ورمشي بجوغي كره بل هري سخون سيلنا قفي عد قفي عد وقاري وين وقت يا نقطع أنت أنا لقيا تمي لبع إلا ضد يتم لبع يوا كله بس وحالي المركع هلا بحيو هلا لبلاو بقول يكو على قد يبو مش كنت يكو كه سو لبع تسديت كن إجاجر أنا صدم كن دت كده واقع ذيين أو سوماليا ما في عناين وحمد ولا استردري ومحوهاي ليس دوليستي وليس دولبيي وحاسو من صفحة مواصفات ناسو واسو واسمر والواسجرة تيه وران واجبتي وضيب كي يمركو آهان واجبتي مركي كونتن كيهان واجبتي مركان دبان واجبتي هذا كلا درناتو ومحوهاي واكلا درنات والديكا لكن وي واجبتي كله مركا ما انت مركا ماشي ما قلنا قلنا وحاكا درن تي قدن بيسي هذا وأنت أبيض دلعتها كده على، ولا سودي، دش دلكاسي هبل كم سودة هي يا حاجة كم سودة هي ديو، كحبل على هي دي، وح وح ما من سمينش، ده الصوماليها انتي، انتي دوران بتريد ولا كات، وحنك يعني دور شلون تبنا كات، بعد ما وحكت عوا قرنينا، بس مرد وحكت عوا قرنينا، محنك مالك الله فرب وحكت عوا قرنينا. يعني وح أو يعني جو أوكراني أو هذا أنا قفل أنا أدي السعر الواي نيجك ده بعد وحي ماشي كسر على سلوك يله ما أنت هذا أمنا قلنا أن ده بقول يكون دي ماشي إذا لا بقول يكون كتير هذا ده دام فرصة إن أدي سوسي دون بزائدين ناي وحكة مزائدين فرصة أدي سوسي دول قبل كده وأتكلم إنسان برلمان هذا سوسي أوكر دودي دعودي كتاجنيد إيو محمد قرآن قادر دي كتاجنيد حل دبانة دينا بارلمان كجر مانتا واحد دبانة دينا لكن آدي آد أي أوقيهن حموك اللي صوى مرة إيه سيدي مصدر تلك تاركيس واقرام هنا دادان جفدو دان عين بيشو دان عين وحبنا هنا صدر تلك تاركيس واقرام هنا كراس دان أو دورة طبعا شان لح تضبق قار قاريو أي هل كوح يسوي الدورة تبعي شاطي كسو بدر لبن ما سوشر ما راح أوصل نوم أنت تسوي هاي مصر ما يكر نوحس ما كر ظروف ما كر تفتح كأنتي والبسوق بدبي لكن وأعرفنا ما معين ما كنا أنا لا ما معين كدي بنا ما معين لكن أنا قلنا قلنا صح ما ما أنت أنا ماشي أنت كنت جمع وحب سميه وين صح معين إن واحد سميه عرلا صعدي وحي أهي وح قبل أهي لكن إن أقولنا قلنا أن هذا المركز كل جمل المركز كل جمل صح معه كوب
إذنك بالنجردة دك الصومالية أنت وبدنا قار ما فسات هذي قف والبوا أبيهاي أنت بالنجراء كقولي سكت باش تحميدة إن أي فرصتك صهيلانو يعني ضد ير أو تريد بالنجردة أقال ما هيست ضد حوال بدن معها أجنبي هذا الشيء وبنانك العقاها ضد كسو سيريا ضد كحران معها لكن ضد كوري كحرانيه ayadoo dhalinyaradu ay dadkoodii rabo ayaa loo istaagay oo loo diiday kuraas ay qaataan dadkii ayuu ay rabaan ay ka dhasheen ama ay masalayeen iyo deegaanadii ay masalayeen dhalinyaro maanta meeshi umro waxa isaysamaa marka inta dacday waqtiga dhumay inta waxaysmay kala horta dawladda federaalka saldi barku dhawaada horta ah xiligeedii teerankeedii ka dhinay bila kama dhinna bariya kama dhinna doodan waxa la isku haysi jiray ayadoo biladimayeen ama bariyadimayeen maalinta meeshan nimiday laba sano ka horan soo bilowday sheekada laba sano ka horan soo bilowday heshiisii soo galay waa soo heshiisii dalka inuu hor u socdaana haddii markii loo soo dhawaaday meeshii dadka qaarkiis ay cabsadeen oo ay maxaa ku jiraa indiya tarjumaan وكيس كله ولنا لما كله قوسن لما كله قوسن يو والإسرائيلية والإسدونية ولا وضحلية ولا إسقنعية ولا إسدرس عرية وحكستا وحكستا وهل إسدلاء هين وفش قين نعمل مصلحة بريو محنك إرادة بلنقات كله wax kale oo heshiisii wax kasta waa gelinaa hal isdilaan ahayn waa ku wax labaad oo hal isdilaan la socdo oo gelinaa jiro meesha aan joogno aan joogno yaanan hor u soconin ayagana waa hal isdilo kale waa meel aan joogno ma joogno kuma taal ilaahay goorma adduunyada in si ogolaanaya inaan aan si oo informal oo qaab darro ah magacii siyaasadana war wax kasta idin sameynay cadow hadduu ilaahay sabaa idin kala dagaalamay dayn haddii loo ku aaday ka cabsinay hub la-aan iyo cunuqabtay hadday isaan waad ka qaadnay adduunyada inaad la noolaataan kugaxso id ku darnay meelaha ugu waaweyn adduunyada looga tashado waa in soo fadhiisanay waa id ku darnay war meesha ka kacay dowlad samaysa waxaad haddiina liyiraa waxaan leenahay maanta waxaan nahay siyaasaas caalamku wax uu noo qaba lahay uu noo qaba ka caalamka dowlad nooma dhisi karo waa na kaalmay karaa wuuna kaalmeeyey wuuna kaalmeeyey meesha maanta waxa naloo qabtay wax ka badan oo dowladnimada ku saabsan oo caalamku uu noo qaba kara ma leh welina waa na garab taagan yahay socda qabsada waxyeesha laakiin caalamku maadaama dagaalo badan iyo xumaano badan ay soo dhaceen markay arkaan annagoo iska dhinac hadlaynay annagoo maxaan ku iraahdaa ay kala hadlayn markay arkaan xoogaa cabsiyaa gelay war meeshaan amaaba balaaya ka soo socotaayo laysdili rabaa inay isdilaan waxa keliya caalamku uu ka baqano in laysdilo waay laakiin caalamkan waa u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed waa u sheegaynaa laysla dili maayo isdilna kama shee hagaag maalmo ka hor ayay ahayd markii warmurtiyeed laga soo saaray shirki golaha wadatashiga qaran haddaba warmurtiyeedkaasi qodobka ugu hadalhaynta badan ayaa ahaa qodobka ku aadan in dalka loo jiheeyo doorasho qof iyo cod ah haddaba shacabka ku dhaqan magaalada garoway caasimadda dowladda puntland ayaa ka aragti dhiibtay warmurtiyeedkaasi waxaa warbixintan inoo soo diray siciid axmed rakaawi dowladda federaalka soomaaliya ayaa xal warmurtiyeed ka saadhay shirweynihii wadatashiga qaran ee ka socday magaalada muqdisho shirweynahan ayaa waxaa qayb ka ahaa qaar ka mid ah madaxweyneyaasha maamul goboleedyada ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya shirweynahan ayaa sidoo kale waxaa ka maqnaa maamulada jubbaland iyo puntland kuwaasi oo sheegay inaysan ku qanacsanayn waxyaalaha ka socda fiila soomaaliya qaar ka mid a qodobada waxaa ka mid ahaa in sanadka cusub ee 2025 dalka laga qabto doorasho daaf furan oo ay bulshadu soo dooranayaan hoggaankooda halkan oo magaalada garoway caasimadda puntland oo shacabweynaheeda saaka mikrofonka la dhex qaadnay ayaa siyaabo kala duwan uga jawaabay aragtidooda ee kaga aadan warmurtiyeedka xalay ka soo baxay fiila soomaaliya oo nin reer puntland ee warmurtiyeedka ka soo baxay fiila soomaali wuxuu ahaa wax lala yaabo oo mucjisa ah waxaa ka maqan gobolladii soomaaliya baro bar baa maqan
أنت مهم كهيد أو حقبل لهيد أو سومالي يستي أو مسكعد هذا إياه مانك هذا إياه حول هذا كو كسمي سومالي أوري باكم مكان يدو أنا مركب أنت عن قان لقى جارين أو سومالي سو إيمان إن وحي لدونا لغو هذا دي وحق لدن بانو عرقنا وضاقونا واو وريري ووحي أفرماشي كل الدريري ومانتي مانتي يدي أريا أريا ماشي حال لغا بوحو أريا ماشي حال لغا بوحو واتيلا لهاي ماشي دادك لغو حبالين يلغو ليني أولا لها سير لو أركنا مقرانا سا حق الشو ونما وفض واتيلا لفتي يدي هدنا لغا ييني ميو عدو للشرين وعدو يسوق عدو كسر ما يستوب والعكس يو أنه السومالوين انت هيك لو عادي هدي عن هاي وحانو لي أن هاي تستور كي ميشي سيها لغو سوحلي وصومالي ما هدي للربا ميشي وح لغو إغاها لسوو كيرا وضبو الصار واحكا مدها إن دلك لغاقة الدور شو دهفرون بشو يسو دور ميان جانكو أولا لها دمحابة الدور طبا مين لو أغنى هاي أفكو يمجاري كرا مين لبلعد مجاري كرا محمد بالغو ريجي ميل أروح هاد ميل سومالي ميل هاد الواحد لقى دورة كرا أو هاد الكوفر أنا ما بعرف كبا حاب لقى دورة ما صدقوا ما لقى دك كيرا ما نبض بعك اللي عكنا وهاد أرك تدتكي واحد جرت كي تدتكي اللي يردي يوم ده واحد لقوا بابي إلى يا مجد برتك يا دي لي ده لقوا لي يا ميل بالغو لي يا واحد دورة شل لقى بتاع ميل نبدي كتشدو ماشي نبدي نبدي كم تشدو تمام كوفر سومالي ما عندك ده بس ساس اللقوا ريك سي بلا ساس وده وش قيصرس marka in waxa wadanka laga qabsan ma aha dee maxaa laga shaqeeyaa wax laga shaqeeyaanu maalko jeedkii ka baxay fiir Soomaaliya anuu waxaan ka aaminsanahay in sideedaba wixii suurta galaba suurta gali kara wax Soomaaliya macna ku kala maqan tahay in ma suurta galeyso kulli doorashada uu qabanay malee fiir Soomaaliya dhexdu ka dhex qaban laaban jacla laakiin wax macquul ma aha dastuurina ma aha marka xasan dastuuriga yaa ku soo noqdo iyo dastuurka sharci siduu yahay wadanka markii horta demaka doorasho la aadayo oo wadanku doorasho galiyo وبرامج آدو في عن أو دلك يدلك وكهر مريكا لكن وحي أولي لو ديار سنين ومعقول هاين أيانا نقف كبلادنا كده عديك وحي هذا الدستور أي تاي أو معقول أي تاي أو دن كوس هايستو أو معقول لكن ودن كيو كلام مكان دورش على جلي يا وعقل جلي كرو معه مرك حسن علي حسن أو حاجة دوب كنا قو بسم الله الرحمن الرحيم مرك أيوة محمد بشير محمد شو قروي haddaan fikirkay ka dhiibto doorashada Soomaaliya iyo murtiyada subaxay golaha wadashiga qaranka Soomaaliya aniga fikirkaas lama qabo mana aaminsan inuu sax yahay sababta dalka doorasho qof ficil laga qaban karo dalka waxa doorasho qof ficil laga qaban karaa markii dalka amnigiisa gacanta lagu hayo degmo anka gobol ama 480 gacanta lagu hayo dalka markaas dadkana 480 codan karaan laakiin dalkii oo kala googan kala qoqoban ala shabaab ay xukumeeyso dalkii haysato ee jamhada ay ka abuuran yihiin kooxo goboleysi ah dalkii kala go'aan dadka doorasho qabanaya xagga doorasho ku qabanaya way afka meel ku qabta ma hayaanin Jubaland ma tagi karaanin Puntland ma iman karaanin SC ma tagi karaanin xagga doorasho ku qabanayaanin xataa inta gacanta lagu hayaa ku qabanayaan doorasho tusaale ku soo qaadanaya waxa weeye maxamed maxmuud aadan haddan aragtida ka dhiibto nortiyad xaal ka soo baxay filaa Soomaaliya waxaan u arnaa dambi dalkii dadka lagu kala kaxeenayo waarna mid dalkay dadka dadan u ah sababtoo ah murtiyadka xal soo baxay koo saabsaneen wax umada Soomaalidan u ah madaxweyne Xaashiq Maxamuudna xukuumadiisa ra'iisul wasaaraha aad barana waxaan halka fariin u marinayaa inay dalkay ku sii cushaan nidaamkii doorashada afsiyoone 2026 doorashada inay galaan tartamaan haddii gulaysana dalka si hoggaaminaya marka shirciyada yeeshaan oo doorasho qofii qabtaa laakiin sadeer waqtiga uu haray inta uu harto xukuumadooda xil doorasho qof aad loo qaban karo iyo xil kale midna ma aha Saciid Axmed ka warbaahinta Daljar garow hagaag haatanna shacabka degmada Burtinle ayaa aragtidooda ayaguna ka dhiibtay warmurtiyeedkaasi wariyaha farateeb ayaa mikrofoonka la dhex kadib markii shalay warmurtiyeed ka soo baxay shirka golaha wada tashiga qaranka saddex maamul iyo dawladda federaalka ayaa waxa mikrofoonka la dhex qaaday shacabka ku dhaqan degmada Burtinle saddex qodob ayaa la su'aalay oo ahaa warmurtiyeedkii ka soo baxay golaha wada tashiga qaranka
مقدسه كشريه صدح ما بقبله دول فرالكا ورمتيات ككل أقصو بحي حمنا على وضع أقل دول فرالكا أم تلا بطلان يقولها وكيل بطلان شنو كله واحد من صغر الصو وحكوا الدنيا هذا الكي كصو بحي ساكة رجيم دهورة مملكة شبلان ها إلى دور شغبري كفل عتك أنت هذا الدولة هذا تلاقي تلي وحنو أركا إن أي جدال أصعته هوش مرة هراي وأصعته وغير هراي كتير مرة إياه ترى بالجريا جدال بأصعته وحنو أركا أنت الصومالي هذا إن ديب أصعته أي السبب تهاي الدولة فدر على كاي هذا تلاه بأن أمي سنة هاي وإيش شل على كاسو بحينا وحنو أركا إن أي وحشر عند راه الصومالي عندنا وكتير ورقد حالي قولها وبعرف من كالوضع أقل بلا وكيل فهو أنا أكون متكلم دولة فدرالكا يقولها وكيلة بوتلاك ومكتب يصوص صارين أي كيتور كيدان أرنتاس حمر كده علي يو إن صومالي دب لوي يقليلو مركا أرنتاس حمر كده أرنتي الوضع قولة بارلمانكا فدرالكا صوماليا أكون متكلم بنتلان يقولها وكيلة دولة قولاتك صوماليا بنتلان وحنو أركا إنا يهيد أرن دخل جله ورنتي صح أنا يهيد بنا من سنة هاي أنا وأنا أرنتيدو أهين أما هذا نقوله فلنتا أما هذا نقوله هذا كنتي دب هاي سكون نقدين أنا كيف كلام بس الصومالي ما أنت أمر سوا يو أي أشي هنا يروه ضار سويت لحد واحد هاي تبلان يا ساق بسيط تبلان يا ساق وحنو لو كنا استقال كبيش أكتوبر إنه دحوينها دو قبل تبلان وطبع الشركة أشلون كبير دي غاب تحص عليه taakee ayay wax ku waagayeen doorasho qabsanayaan iskoora halka guddo korriintana waxa ka mid ahay qodobada uu madaxweynuhu ka xaqay maxamed axmed islaam axmed maxamed islaam aad iyo aad baan u mahadsantahay wariye arinta korrasina ka dheeraado inta soo taay maamul goboleedadii oo dhameyn saddex maamul goboleed baa fadhiyay gobolka Baraadir asagoo jeeyay magaalada xadii in warmujeeda soo saaro wax loo maleeyo umada Soomaaliya baad hore madaxweynuhu noqday waa ninka qariiradaha soo saaro yiri beenta ayo qurunka uu la wareegayo gobolka Mudug wooyigiisa iyo xagaas waa waa lagu muransan yahay waxa kale oo lagu muransan yahay sool iyo sanaag iyo cayn haddii waxa weeyeen wax garanayaba ma aha waxaan u arkaa baas shidaalka uu sheegay shidaal aan wadan aan nabad ahayn oo burbur ka jiro oo ciidamadii meel walba qabiil qabiil baad dadku suulaynaya qabiilka laga dhaxqodaya qabiilada la jooga gubaya markabkaba marka waxaad yeeshaa ويا وين لتلينا يا حسن ثلاثة صومالية كغبطة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله شلي ورمتيات كصباحي دولة فدرالك يوحي إمام القبلة دولة حامر كشري صدح لها وحن لأن هاي أرنتاسي وبربرون صوماليات واو waxaan loo baahnaayeen waxaan hagaagsanay weeyaan leenahay Soomaaliya waxay lahayd isku tashi iyo dowlad goboleysi wax ku dhista dowlad federaal ah oo loo sameeyay saddex dowlad saddex maamul goboleed iyo cid kale oo haatan ku daaban waxaan leenahay warmarjeedka ay soo saareen mid Soomaaliya qabta maahan mid umada Soomaaliyeed qabta maahan mid dawladda Puntland qabta ma ahan iyo shacabkeedaba arintaas waxaan leenahay madaxweynaha ka noqdo iyo cidii kale oo ku raacsan ma ka noqoto xaqna ma ahan mana soo dhaweeyno mana socon ka dho hagaag isla wararkaasi ayaynu ku guda jirnaayay aqoonyahan shortay ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka haatan uu marayo iyo hoggaaminta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wariyeena Qadar Cawl Ismaaciil oo ku sugan studiyaha dal jiray Garoowe ayuu waramay qadarow in warun Soomaaliya waxay ku jirtaa crossroad weyn mararka qaar waxa soo istaagtaa meel wadooyinka isgoynayaan oo kooban marka bidix midig horey iyo gadaal baa laga yaabaa inaad u socon kartid laakiin marka crossroad ku u ballaaran yahay oo maayad badweyn aad dhex dabaalanayso in waxa weeye within the crossroad ka dhexdiisa waxa dhici kara waxyaabo badan Soomaaliya marka waxay ku jirtaa crossroad ballaaran crisis badan oo siyaasadeed ayay ku jirtaa Soomaaliya
runahantii waxana in badan hadir la isku diyay intii la aasaasay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay ku bilaabatay crisis xilliga Cabdullaahi ciidamada Itoobiya oo jooga koonfurta Soomaaliyeed dadkii Soomaaliyeed oo diiday in joogitaanka ciidamada Itoobiya dagaal la galay dabadeedna asaasankii maxkamadaha iyo in xarakooyinka kale sida xarakada shabaab in xukuumadii ka dambeeyay in ma garanaysa in mar walba Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed rajay qabeen oo xal islaha maantay bilantahay maantay maanta tahay maanta laga baxaya in Cabdullaahi baa la bedelay Sheikh Sharif baa yimi in afar sano waxba soo kordhibay noqotay Sheikh Sharif waxa bedelay Xasan Sheikh Xasan Sheikh in rajo badan baa laga qabay aad baa loo soo dhaweeyay haddana in waxba ma dhicin sidii la rabay waxba noqon waayeen in Xasan caradii loo qabay haddana waxaa lagu bedelay farmaajo farmaajo shan sano oo afar sano sharci iyo hal sano sharci darro ah intaas isaguna marsaday Xasan laftigiisa waxba ku darsaday sharci darro in xilli maarti aan dastuuri ahayn in dabadeedna farmaajo haddana caradii ciilkii loo qaaday haddana Xasankii markii hore laga yimid haddana dib loogu noqdo maanta haddana Xasan farax lagaga gurtay oo waxa dhacay aad arkaysaan dadkii Soomaaliyeed uusan wada mahadin in maanta waxay taagan tahay Xasan wuxuu yiri qabiyo ninkeeda dhameystira in hadii tii horeba la saluugay in qabiyada Xasan uu dhameystirayay uu dariiq hore aan sii haynayaa bay ahayd waana ka dhabeeyo sidii bay noqotay in maanta oo aan wax doorasho ah oo qof yacoodi aan Soomaaliya ka hirgeli karin waliba koonfurta Soomaaliya in maamul goboleedka ama dowladda xubinta ka ah federaalka ee Puntland mooyaane inta kale ay adag tahay inay ka hirgalaan baa Xasan wuxuu leeyahay waxaan hirgelinayaa arrinta iyada dagaalka Al-Shabaab baa piik maraya oo maalin la riixaya maalin iyo wax soo riixaya in qanacsanaadii dadka oo ayan ku qanacsanayn dowladnimadii Muusumaasuqi oo ma garanaysa ay xargaha goostay in Ilaahay kuma sama diiday amni xumadii oo iyo discipline xumadii dowladeed oo maaragtay xafiisii dowladeed oo aan wada shaqeynayn in nidaamkii dawliga ah aan wali cagiisa ku taagneyn baa waxaa la leeyahay socon weynay aanu orodno marka waan jeclaan lahaa I wish qof walba Soomaaliyeedna waa dreamkiisa inuu arko dalkiisi maartay in Soomaaliya Ethiopia Soomaaliyadii wanaagsanayd oo qof walba riyadiisa ahayd inuu arko iyadoo qof iyo doorashadii meel walba ay amni tahay dalkoodan la isu soconayo maamuladii hagaagsan yihiin Muusumaasuqii xididada loo siibay in dadku inay umuradooda iyo dooranaya in dhalintii wax baranaysa in caafimaadkii la hagaajiyay waxaasoo dhan waa dream laakiin maanta meesha aanu mareyno iyo xaaladu sida ay tahay absolute waa wax ka duwan shidaalka la leeyahay waa la qodayaa in doorashada la qabanayaa in maxaa dadku ku gaaraa kama duwana fargeeto dheer oo intaa dherer le'eg oo halkaa inta cad yaro hilib la geeyay lagu yiraahdo ah waa ku quudinayay afkan ku gelinayay intaadanba hilibkaa gaarin baa fargeeta askeedu dalqada kaa mudaya halkaasoo kale rajadu taasay ka dhigan tahay marka anigu meesha aan ka taaganahay waxay tahay in waa dhaan daba gaalli baan u arka arrinta iyada waxaan oran karaa Xasan qorshayaasha uu wado waa lagooyo iyo kororsi iyo haddii hore maamulada laba jeer baa loo kordhiyay intii ogolaatay Puntland ma ogolaan inkastoo sida aan rabnay ayaan wax u dhicin oo iyada laftigeedu sida Puntland laftigeeda aan wax u walaaqnay aanay sax ahayn runtii waxa lagu faani karana aanay ahayn laakiin ugu yaraan stability-ga deganaanshaha iyo isu dulqaadashada dadka reer Puntland waxay mudan yihiin runtii wax la xusi karo la amaani karo in xukuumadda aad joogtaa sidoo kale ku joogto laakiin dadku legitimacy-geedi waa ogolaadeen in dulqaad baan loo sameeyay in xaggaasa sida hadda ay wax u socdaan guud ahaan markaad eegtid waa xaalada ka duwan way tahay waa ka amni xun tahay waa trusty waa ka yar yahay dhibaatadu waa ka badan tahay suuragal maaha masuux suuragal kara maaha way Xasan Sheikh Maxamuud way aragnay walaal aan ma hayso waa nin afar sano madaxweyne soo ahaa iyo dheeraad shan sano iyo dheeraad mucaarad ahaayo wadanka joogayo wixii xukuumadii hore khaldaysay oo ama dadku khaldka u arkayeen oo dhan ka hadlay mar labaad madaxweyne noqday ka horna dalka joogayo xataa aan dalka ka bixin xilligii hore intuu shacabka ahaa waxyaabahan oo kale maxaa ku kaliifi kara waa la sidaaya marka aad adigu ku tilmaamayso lugoyada ama dhalanteedka malahayga anigu Xasan iyo cabirkayga waa sida aad sheegtay Xasan khibrad la'aan ma hayso Xasan waa talaabada uu qaaday waa talaabo uu ku talagal u qaaday in khadraw umada Soomaaliyeed aan runta u sheego anigu hadii ayan maanta in aragna birri bay arki doonaan maanta ayan u muuqan inagu emotional baan u nahay in oo waxaan ku sifaynaa in marka in wax la cabiro
ama cabir kayaga emotional ah emotion ku saleysan iyo in doonitaan aan sax ahayn ina ah qofku wuxuu rabo ama hadii kale cabirada marka wax lagu sheego waxa ku cabirta rabitaankaaga marka marinkii baad seegtaa in hadaan dulmin has hagaag afayeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Abuukar Xasan ayaa ka warbixiyay howlgal ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanay ciidanka deegaanka ay ka sameeyeen deegaanka qaycad hadaba waa kan afayeenka oo ka hadlayay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wal aaqibatul muttaqiin wala udwaana ila ala zaalimiin was salaatu was salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam faqad qala allah ta'aala fi kitaabil aziiz laa in shakartum la aziidannakum wala in kafartum min aadaabil shadiid markoo badalay subhanahu wa ta'ala ayaa goomaa hadeen inaa guulaha balaaran ee barakeysan oo nagaarsiyay maanta waa maalin weyn waxa jab weyn lagu gaarsiyay qawaarigta mafiyada ee Al-Habaab ee magaalada Qaycad ee ka tirsan gobolka Mudug koofurta gobolka Mudug ku taalo waxa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan gaar ahaan guutooyinka kumaandoosta Gorgor iyo kumaandoosta ciidanka Danabos kaashanayo ayagoo kaashanaya dadka deegaanka ayaa saakay weerar jihooyin kala duwan ayaa waxa ku qaadeen maleeshiyaadka ku sugnay halkaas waxaan ku burburiyeen fariisamee ay halkaas ku lahaayeen waxaan ku dilin in ka badan 15 dhagal qabe sidaas oo kala dhaawacyo badan ayaa gudahaana waayay intaas barnaamijkii habeenimay caawiyay daljirana waa Cabdi Nasir Sheekh ayaa Nairobi naga soo jeedinayay waxaan ka dhageysanayseen dhamaan FM-yada daljiray ku baahsan gobolada dalka ee daacadahan baa wadaagtan nahay iyo aaladahan baraha bulshada barnaamijka xigada intaynu ku kulmi doono saaxiibayaal waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo habeen wanaagsan.